سي احمد توكيد، احمد توكيد كيقول لنا اتفق معك، اتفق معك في اسناد حراسه المرمى لغايه مذباح. نعم زنيتي هو الافضل، ولكن حفاظا على غايه مذباح هو حارس متالق، كذلك يجب اعطائه الفرصه ولو بصيغه التناوب. وحتى زنيتي يجب ان يكون راضي على هذا التشكيل المتبقي المتبقى. بين قوسين قال لك حركاس عطى 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 فكره بطبيعه الحال ديال التشكيله اللي بغاه هو. قال لك اودي سميتو بغا هو حركاس هدهودي نهيري جبيره مكعازي نقومه متولي بداوي الهبطي واحداد ياك. والبدلاء بغا زنيتي بغا الحداد بغا طويل لا ما كاينش، بغا مدكور سبول ما كاينش، بول هدود راه كاين، العرجون ما كاينش، بغا كذلك يكون مرابط ما كاينش مرابط في نيو بلاصو، نسيت ما هضرتش عليه ما فهمتش مرابط حتى هو قضيته كيفاش علاش ما كاينش. ياك المدرب هضر معاه قال لي رجع لونطينمون، ياك حنا راسو اعتذر ربما كاع خلص غرامه، وعلاش ما كاينش في هذا السكواد، علاش مرابط ما كاينش، انا بغيت غير نفهم. دونك هنا تيبان لك شي حوايج راه كيفابا. من بعد مرابط البهجة حتى هو ما كاينش، كاع الاخوان اللي قال في لون بلاصو ما كاينينش، كابانغو هذاك راه ديما كاين وداك المواطن ديالو راه ديما كاين. قال عفوا نسيت اللاعب زريده، سي فغي نسيتي زريده في التشكيل، زريده راه ولا دابا من الركائز ديال الفرقه. نمشيو من بعد السي عبد السلام الوراد قال لك اين محاسبه هذا المال العام؟ هل توجد قوانين في هذا السياق؟ كاينه اخويا بالنسبه للمال العام، الدعم العمومي اللي كتعطي الجماعات المحليه بصفه عامه ومجلس المدينه وحتى الجامعه، شي اموال كتجي من الجامعه راه عموميه، مال عمومي كتعتبر. خلي النقل التلفازي بالنسبه للمال، الدعم ديال المال العمومي اللي كتعطي الجامعه، لان الجامعه كتاخذ واحد الميزانيه من وزاره الشباب والرياضه، دونك مال عمومي، وتا هي منها كتعطي دعم للفرق. فرقه كدي القاب راه كتاخذ بريم من عند الجامعه، فرقه اللي كدي البطوله راه كتاخذ بريم من عند الجامعه، هذا كيتسمى اموال اللي هي داخله في 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 نطاق المال العام. دونك ذاك المال العام يجب ان يراقب، هناك مجلس اعلى للحسابات خصو يدير خدمته، هناك الجامعه ولجنه مراقبه الانديه خصها تدير خدمتها، خاصها تشدوك التقارير الماليه ما تشد كلاسيهم وراهم واحد لارموار عندهم وراهم، لا خصهم يجلسوا يقراوهم ويقدموهم للمجلس اعلى للحسابات من اجل مراقبه هذيك الاموال، يعني اموال كبيره لا تراقب. سي سميتو هذا الاخ هذا بلاتي عفوا هذا شفناه هذا فوالا الاخ ما كتبانش السميه ديالو حيت سكرينيت داك التدخل ديالو ما كتبانش ليا السميه، يسمح ليا. قال لي كارثه الرجاهيه، قال لي رئيس محطوط فاشل، لجنه خبثاء ظالمه، شير ديما من المنخرطين الوصوليين ثالثه ياك، مدرب فاشل، مدرب خبيزه، مدرب خبيزه وزويتينات، مجموعه من اللاعبين كرارس بلا روين، مصالح خبيثه ودنيئه لا تصب في مصلحه الرجاء، ابطالها شكون؟ متولي العرجون وغيرهما، مجموعه من الالترات مغمسه مزيان هي الاخرى، الله ياخذ الحق فيهم كاملين. انا ما غندخلش ما بينه وبين الدعوه ديالته، فاذا كانوا اذا كان على حق فالدعوه ديالته بدون شك ما تحتاجنيش انا وغادي تستجب، اذا ما كانش عنده الحق راه كل واحد اللي كيدير لنا شي حاجه كترجع ليه هو. انا غير بالنسبه لي انا هذا السيد اغلب هاد الحوايج اللي قال راه ما كذبش فيهم، دونك هاد الناس هادو كنتمنى ان المنخرطين يصموا تصميم لا رجعه فيه انه ينقيوا الوزيس، لان ما احوجنا الى تنقيه بعض الاركان المتسخه في الوزيس. السي نبيل كبير اش كيقول لنا؟ مافيا اوزال حانات، الرجاء اصبحت ورث من حسبان الزيات الاندلسي ودابا انيس محفوظ، والمنخرطين المريقيه خاصنا رئيس بفلوسه ويكون تغيير جذري ويكون ولد الفرقه مثل فهمي. انا داكشي علاش كنمشي واحد القضيه، راه المنخرطين اذا استطاعوا انه يجيبوا رئيس بفلوسه راه رئيس غير يشد الشطب داكشي كامل، حيت هادوك دابا كاملين اللي جالسين في الوزيز وشادين ووارثين الرجاء، باش وارثينها؟ وارثينها بالفلوس، على قبل الفلوس، يعني بالفلوس، اصوات كيشريهم بالفلوس باش كيصوتوا عليهم، دونك اذا جا رئيس بفلوس ولا غيشري دوك الاصوات، غادي يعطي اكثر منهم، وغادي يجري على داكشي كامل، شي انا بالنسبه لي يجي رئيس عنده فلوس، يشري دوك اللي صوتوا على هادو اللي طلعوا، يشريهم،
ويصوتوا عليه، ولكن غير يصوتوا عليه يشطب عليهم ويخرجهم ويجيب لنا ويفتح باب الانخراط يخفضوا ال 2000 درهم ويدخل الامواج والامواج البشريه، وديك الساعه غيشوف الفرقه كي غتمشى في يديه. فكنتمنى بعد الدوسي ديال فهمي شط الناس ميكات عليه، ما بقاش كاع الناس كيهضروا عليه، في حين انه كان حل من الحلول. فحل تاع فهمي كلاعب سابق ويكونوا متكتلين مع اللاعبين القدامى، شت لا فهمي سكت ولا الناس اللي كانوا مؤيدين وسكتوا، ولا حتى اللاعبين القدامى شتهم سكتوا. فكان كنا كنسمعوا شي تقنيقه انهم اللاعبين القدامى راه بغاو يعاونوا فهمي وكذا، مي شت والو، الصمت هذه الساعه. فكنتمنى الناس ما يبقاوش يعيشوا في اطار ديال الاكذوبه ديال حتى لراس العام، راه كذبه كنعيشوها كل موسم. وعقلوا راه ملي جا حسبان، وحنا دائما حتى عرفتي اش غدير، خلي ما بقى والو، حنا باقي لاعبين الالقاب حتى نهايه الموسم. راه دائما خاصنا نرجعوا ونستافدوا من دروس الماضي. راه اللقب اللي يمكن اغلى لقب يمكن نفوزوا به هو تشطيب الوزيز. الا ما شطبناش الوزيز غنبقى نعيشوا نفس العذاب كل موسم. وغادي تلاحظوا بانه دابا مجرد بدات الشوشره على الرئيس يمشي بحاله وداك الشيء، اش ولاو كيخرجوا صحابه في الصفحات، والناس اللي خدامين معاه واللي مستافدين معاه كيخرجوا في الصفحات وكيبداو ينشروا لك اخبار، الرجل كتفاوض مع هذا، الرجل اتفق مع هذا، خرج لنا البحيري، هذا كيخرج لنا لاعب واعر في جنوب افريقيا، هذا خرج لنا لاعب جزائري، هذا كيخرج لنا، كل واحد كيخرج كيجتهد لاش باش يصلحوا الجمهور عاوتاني يبردوه، بان الناس راه كيحاولوا يصلحوا. ما عمرك تصلح. شوف الغلط اللي درتي غلط بريميديتي، هذا ماشي غلط اللي هو كيوقعوا فيه جميع الناس، هذا غلط من وقت راك شتو، من وقت الزيات وحنا ناجين. الزيات ما انتدبش باش يدقدق الفرق، باش الفرقه تضعف، باش ما يقويش الخطوط، باش نبقاو ديما معولين على الحافظين، ها كيطيح الحافظين كنطيحوا معاه. داكشي مخدوم، ماشي غلط، هذا ماشي خطا بشري، هادو اخطاء استراتيجيه اللي هي مخطط لها واريد لها ان تكون. جاء الاندلسي ما كاينش توانيات، ما كاينش كيمرضك في الميركاتو وما يجيبش لك لعاب باش يقوي الفرقه، وبالعكس يحاول يبيع باش يضعف الفرقه. اذا هذا مع من خدام؟ واش راه غتقول لي انا يا هذا رجاوي؟ ميمكنش، هذا خدام مع اجنده ديال المنافسين باش يضعفنا. انيس نفس الشيء، راك شتي شنو جاب الاندلسي قبل ما يجي؟ جاب كراس ديال بصح، وهذا اللي جات هو جيب تسعود كراس، يلا استفدنا من جوج كوان. دونك هنا تيبان لك بانه هذاك الشيء مخطط له. الا بقينا كنرحموهم حتى نهايه الموسم راه ما عمرهم يتقلعوا، غنعيشوا نفس المسرحيه. كونوا على يقين سنعيش نفس المسرحيه وبيننا الايام. فاما غتشطبوهم دابا يا اما غيبقاو كيدقلقوا في هذه الفرقه وكيقتلوا فيها. راه الناس، شوف الناس راه قلتها وغادي نعاود نقولها في اي مناسبه، فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. المكتب المكاتب المتواليه على الرجاء منذ عهدي حسبان الى يومنا هذا كلها تخدم اجندات ديال فرق منافسه، كتخدم اجندات ديال فرق منافسه، وراه كل موسم راه كتبان لك كل موسم. فهمتي؟ وقولوا لي انتوما كذبوني وجبدوا لي شي موسم دخلنا مثلا في صراع في واحد المنافسه اللي كاين فيها الغريم، باش نجي لها قول منافسات اللي كينافس عليهم الغريم، سواء بالنسبه للبطوله المحليه او بالنسبه لكاس افريقيا في العصبه، ياك في العصبه، لان الغريم ما كينافسش في الكاف، نخليه لينا بقرار من لقيت هذيك الحسبان. خاصنا هنا نتخباو غير في لاكاف، ما نتصارعوش مع الكبار. ففي الوقت اللي كندخلوا للعصبه وكنتصارعوا مع الكبار، الا وكتكون العراقيل، كيكون اضعاف الفريق في الميركاتو، كتكون مشاكل، كيكون هذا وقف، هذا تيقول لي انت استفز الحكم باش يعطيك حمراء وما تلعبش ماتشات، يعني كيكون واحد مجموعه المطبات باش ما ننافسوش الغريم لا في العصبه ولا داكشي اللي كيوقع حتى في البطوله كذلك. حنا كنكونوا قراب، ولاحظوا ماشي مره ماشي جوج كتكون عندنا مناسبه باش كنا نهربوا كاع بطروه ولا كات بوان في الزعامه، واكسبري كنتعادلوا ولا كنخسروا، وكتوقع هكيلات. يعني باش تعرف الناس اللي كيسيدوا، انا كنقولها راه جايين راه خدامين كيخدموا اجندات خارجيه وسميتو، ونقدروا نعتبروا راسنا ان الغريم يسيدنا بطريقه غير مباشره، نقدروا نعتبروا داكور.